السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نتحدث عن موضوع مهم، و الحديث فيه ذو شجون، ولكن يكفي فيه ما يعني يحيط بالعنق كالقلادة. حديثنا هذه الليلة عن الحزن والهم والقلق الذي يصيب الإنسان، وهذا الحزن والهم والقلق أمر جبلي، الإنسان مفطور على هذا ولم يسلم منه حتى أنبياء الله عليهم السلام. فيعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على فقد ابنه، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك نبينا محمد عليه السلام، وكذلك الابتلاء الذي ابتلي به أيوب عليه السلام. وهذا شيء يكتبه الله على كتبه الله على بني آدم، إلا أن الإنسان مقل ومكثر فيه. فالإنسان في هذه الدنيا هي دار كدر ودار نكد ودار ابتلاء. المصائب التي تصيب الإنسان هي بقضاء الله وقدره، وهي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، ليمحص الله سبحانه وتعالى ذنوبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. والله سبحانه وتعالى حدثنا عن بعض المصائب التي تصيب الناس وهي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمعنى هذا أن هذه الابتلاءات سواء كانت في الأنفس أو الأموال أو الجوع أو الخوف، كله بقضاء الله سبحانه وبقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ما يصيب الإنسان من مصيبة إلا هي في كتاب، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ماذا، ما هي يعني النتيجة؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. الإنسان يختلف الناس باختلاف مشاربهم في المصائب التي تصيبهم والهموم التي يشكون منها. فبعض الناس يشكو من المرض، وبعض الناس يشكو من الفقر، وبعض الناس يشكو أيضا من الغنى، وبعض الناس يشكو من ضيق الرزق، وبعض الناس يشكو من فقد الولد، وبعض الناس يشكو من عدم الولد، وبعض الناس يشكو من كثرة الولد ونفقاتهم ونحو ذلك. وهذه كلها ابتلاءات واختبارات من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن. هذه كلها لها علاج، كلها لها علاج لو أن المؤمن يستحضر أنه عبد لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، سواء تدب على قدمين أو تدب على أربع أو تزحف زحفا، هذه أو طائر يطير في السماء، كلها هذه رزقها على الله سبحانه وتعالى، رزقها على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو علاج الدفع، علاج الدفع، لأن هناك علاج دفع وعلاج رفع. فعلاج الدفع يكون قبل وقوع المصيبة، وعلاج الرفع يكون بعد وقوع المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن، فعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فإذا المسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الخصال، وأولها الهم والحزن، لأن الإنسان إذا تمكن منه الحزن أورده المهالك. ولهذا يعقوب عليه السلام قال: وابيضت عيناه من الحزن. وبعض الناس يؤدي به إلى الهلاك، قد يموت بسبب الحزن. ومن العلاج لدفع الهم والحزن الإيمان بالله والاستقامة على شرعه. هذا أول ما ينبغي للإنسان، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويستعين ويستقيم على شريعته. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. من آمن بالله ربا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا، هذه تشير إلى توحيد الربوبية، ومن لوازم توحيد الربوبية أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هذا توحيد الربوبية. إن الذين قالوا ربنا الله، والله تؤمن بتوحيد الألوهية، أن الله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله، تؤمن بهذا ثم تستقيم على شرعه. يقول: إن الذين قالوا ربنا الله، هذه شروط تنزل الملائكة على المؤمن، على المؤمنين، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم استقاموا، استقاموا على شرع الله. والاستقامة على شرع الله أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بكلمات، أوصاه بكلمات، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، هذه النتيجة، تجده تجاهك، تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك، كتبت الأقلام وجفت الصحف. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، معنى هذا أن تحفظ الله سبحانه وتعالى في جميع ما أمرك به ونهاك عنه، فتحفظه في سمعك وتحفظه في بصرك وتحفظه في يدك وتحفظه في رجلك، فبهذا فلا تمشي إلى الحرام ولا تمد يدك إلى حرام ولا تنظر إلى حرام ولا تسمع حراماً ولا تتكلم بحرام، احفظ الله يحفظك. هذه أول وصية أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، فإذا حفظك الله أذهب عنك الهم والحزن وأعطاك كل ما تحب وجنبك كل ما تكره. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله احفظ الله تجده تجاهك دائما معك في الشدائد، دائما معك يكون في الشدائد. المسلم يبتليه الله سبحانه وتعالى ويكون قد عمل الصالحات، يكون قد عمل الصالحات، يكون قد عمل من الصالحات. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرا، ثلاثة نفر من بني إسرائيل، كانت ليلة شديدة المطر وشديدة البرودة، فيمشون وشق عليهم البرد والمطر، فأووا إلى غار، أووا إلى غار، والغار هو النقب في الجبل يعني بين حجرين، أووا حتى يستتروا من البرد ويستتروا من المطر الشديد، ثم يخرجوا إذا يعني توقف المطر ورجع الدفء يعني بعد هطول الأمطار ونحو ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، أراد الله سبحانه أن يبتليهم، فنزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، صخرة عظيمة كبيرة لا يستطيعون إزالتها، بقوا كأنهم في قبر، فاستعانوا بالله سبحانه وتعالى على هذا بما عملوه من أعمال صالحة. يعني يجب الإنسان أن يعمل عملاً صالحاً يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويستعين بهذا العمل على فك شيء هو أمامه يعتبره صعباً وقد أدخل عليه الهم والحزن. يعني تخيلوا هؤلاء في هذا الغار، ما الذي سيخرجهم؟ هم الصخرة لا يستطيعون دفعها ولا إزاحتها، فتحدثوا فيما بينهم فقالوا لعلنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب إليه بعمل صالح، كل واحد منا يتذكر عملا صالحا يتقرب فيه الله سبحانه وتعالى، لعل الله يفك أسرنا من هذه الصخرة. فقال الأول دعا ربه وتذكر عملا صالحا كان يقوم به، وقال اللهم إنه كان لي أبوين، إنه كان لي أبوين يعني والداه، أمه وأبيه، وكان هذا الرجل يحلب الغبوق وهو لبن الناقة، يحلبه ويأتي به إلى والديه قبل أن يسقي منه أولاده، فجاء هذا الرجل ووجد أبواه نائمين، أبواه نائمين، ف يعني رأى أن من الإحسان إليهما والبر بهما ألا يوقظهما حتى يقوما بأنفسهما ويعطيهما الغبوق اللي هو اللبن، فجلس
وقتا طويلا وعلى يده الإناء الذي فيه الحليب ينتظر قيام والديه حتى يشرب، ثم يعود إلى أولاده ويعطيهم مع أنهم بحاجة للحليب وهم يتضاغون من الجوع، ولكن ترك أولاده وقدم أبويه عليهما وقدم عليه أبويهما. فلما استيقظ أبواه أعطاهما الغبوق، ثم ما بقي ذهب به إلى الأولاد. هذا ما الذي حرك في نفسه هذا العمل؟ بر الوالدين والإحسان إليهما. وانظروا كيف أنجى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، أنجاهما بهذا البر الذي يعتبر في حق الوالدين يسيرا، يعتبر في حق الوالدين يسير، وهم قد أصابهم الهم من أن يخرجوا، كيف سيخرجون؟ فقال: اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك. كان فعلا حينما عمل هذا العمل استحضر الإحسان إلى والديه والشفقة عليهما. والآن سبحان الله، يعني تجد الإنسان يحضر إلى والده أو والدته وهما نائمان، فيعني يؤذيهما بفتح الباب وإغلاق الباب والصراخ والصياح يعني نداء الأولاد ونحو ذلك، فيستيقظ. هذا أراد أن يرتاح والداه. وانظروا حينما قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانزاحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج بسبب هذه الدعوة، بسبب هذا العمل الصالح وعلم الله سبحانه وتعالى بصدق هذا الرجل. فرج عنهم قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. الآخر دعا ربه بأيضا عمل صالح عمله، وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، كان له ابنة عم وهو يحبها حبا شديدا، و يعني يراودها عن نفسها، يراودها عن نفسها. فأتت ذات يوم وهي تحتاج إلى المال أو تحتاج إلى شيء، فقال لها: لا أعطيك هذا حتى تمكنينني من نفسك. فمكنته من نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وأعطيتها ما أرادت. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. مكنته من نفسها واستطاع الوصول إلى ما يريد، ومع ذلك تذكر أن الله رقيب، وذكرته بالله سبحانه وتعالى، فقام ولم يفعل بها شيئا. اللهم إن كنت، اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، انفرجت قليلا زيادة على الأول. والثالث تذكر أنه كان عنده أجير استأجره ليعمل له عملا، فعمل له هذا العمل وانصرف ولم يأخذ أجرته، لم يأخذ أجرته. فهذا الرجل اتقى الله سبحانه وتعالى في أجر هذا العامل، واشترى له شاة، اشترى بهذه الأجرة شاة، فطرح الله فيها البركة وتوالدت حتى ملأت الوادي،
حتى ملأت الوادي. فجاء الأجير يوما من الدهر وقال له أعطني أجرتي، يعني يريد ريال أو ريالين، حينما كانت هذه الأيام الأجرة أو درهما أو درهمين كانت أجرته هكذا، لكن هذا أحسن إليه ونوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاشترى له شاة فولدت حتى امتلأ الوادي بهذه الشياه، فقال له هذا الوادي أجرتك. فقال له لا تسخر بي ولا تسأمي، أنا أريد أجرتي اللي اتفقنا عليها. قال هذا الوادي كله أجرتك. فذهب إلى هذا الوادي وأخذ هذا الحلال أو هذا المال كله، هذا تقرب فيه الله سبحانه وتعالى، فيقول اللهم إنك تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه، فافرج عنا. فانفرجت الصخرة ثم خرجوا. هذه الأعمال الصالحة التي إذا أصاب الإنسان حزن أو هم أو قلق أو نحو ذلك يتذكر هذه الأعمال التي هو يعتبرها قليلة والله سبحانه وتعالى يعتبرها عنده عظيمة جدا، عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، مع أن الإنسان يحتقر هذه الأعمال. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق ولو بشق تمرة، ويجعل بينك وبين النار حجابا ولو بشق تمرة، نصف تمرة. فالإنسان لا يتقل هذه الأعمال، فربما يحتاج إليها في يوم من الأيمان من الأيام. طبعا من أيضا الدفع لهذه الهموم والأحزان كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى فقلت على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا عن ماذا 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 يعني تحصلون عليه مع كثرة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر، لأن الذنوب مانعة للأمطار. الذنوب قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن استغفر ربه آتاه الله ما يريد من مال أو بنون أو بنون. فالذي يريد تحصيل الذرية كيف يغفل عن الاستغفار الذي قال الله سبحانه وتعالى فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا بالنسبة لكثرة الاستغفار. الإعراض عن ذكر الله، الإعراض عن ذكر الله مظنة ضيق العيش ونكد العيش. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري، وذكر الله سبحانه وتعالى ليس فقط قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، ذكر الله كل ذكر الله، تقرأ القرآن هو ذكر الله سبحانه وتعالى، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، تصلي هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، تصوم هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن ابتلاء الإنسان إذا أعرض عن ذكره؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة، ضايق الإنسان. ولهذا تجد سبحان الله عظيم المسلم تارك الصلاة، تارك ذكر الله، البعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تجد على وجهه قترة، تجده متضايق دائما، تجده دائما يشكو من الضيق ومن الضنك ومن النكد، ودائما عليه أثر الحزن، وتستولي عليه الأمراض النفسية والبدنية ونحو ذلك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا،
قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذا سبب يعني الهم والحزن والضيق والنكد الذي يصيب الإنسان هو بسبب إعراضه عن ذكر الله. من الأسباب دفع الهم والحزن والقلق تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، تقوى الله. والتقوى الله سبحانه وتعالى أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بترك مناهيه وفعل أوامره. تتق الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ مخرجا من كل شيء، من كل ضيق، من كل نكد، من كل هم، من كل مشكلة. يعني يتق الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويجده الله سبحانه وتعالى حيث أمره ويفقده حيث نهى. فتقوى الله سبحانه وتعالى مزيلة للهموم التي سببها المصائب، التي سببها المصائب. من يتق الله يجعل له مخرجا. بعض الناس يشتكي من ضيق الرزق، أو يشتكي أنه ما عنده عمل، أو ما وجد عملا، أو يعني يحمل هم الرزق لنفسه وأولاده. هناك في قوله تعالى في الآية التي ذكرناها ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، الخوف مما يكون من ويش؟ من الماضي ولا من الحاضر؟ الإنسان دائما يخاف من يخاف من المستقبل، يقلق على المستقبل. فهذا إذا قلت رب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تحزنوا على أمر سابق، اللي مضى أغلق بابه وانتهينا منه، ولا تحزن عليه، ولا تدري ما هي الخيرة التي اختار الله لك سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا فاته أمر حزن وضاق صدره، والله سبحانه وتعالى يقول لئلا تأسوا على ما فاتكم، لئلا تأسوا على ما فاتكم، يعني اللي فاتك ما هو لك ولا كتب لك. وربما أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل وأذهب عنك هذا الذي أنت لا تعلم، والله يعلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم هل في هذا الأمر الفائت خير لك أو شر لك. فأنت ارضى بما قسم الله لك، فلا تحزن على الماضي ولا تقلق على المستقبل، لأن المستقبل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله. فبعض الناس مثلا يحمل هم الرزق ويقول أنا الآن يعني مؤهل وأنا كذا 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 كذا، يعني ولا الآن ما توظفت ولا عندي عمل ولا عندي شيء. أنت تنتظر الرزق، رزق الله سبحانه وتعالى، ولهذا رزقك مكتوب في اللوح، مكتوب مع الأجل. الرزق في اللوح مكتوب على أجلي، كما يقول الشاعر لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. فرزقك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وسوف نركز في درسنا هذا على موضوع الرزق، على موضوع الرزق الذي هو شغلة الناس في هذا الزمان، شغلة الناس وأهم الناس كله من العمل، وكيف أكسب، وكيف أولادي يعني لو مت كيف سيعيشون، كيف سيسكنون، ماذا سيأكلون، من ينفق عليهم. الله سبحانه وتعالى تكفل برزقهم، فلا يعني تذهب نفسك عليهم حسرات، مالك دعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا يعني إن في الخلق
إن أحدكم يخلق في بيض في يعني أطوار الخلق، أقصد أول شيء نطفة من مني يمنى، ثم يصبح علقة، ثم يصبح مضغة، ثم طبعا 30 يوما 40 يوما و40 يوما و40 يوما 120 يوم. فإذا تم الإنسان 120 يوما أرسل الله عليه ملك، أرسل الله عليه ملك لينفخ فيه الروح، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول يا ربي ما الرزق وما الأجل، ما الرزق وما الأجل، فيكتب رزقه ويكتب أجله وهو في بطن أمه. هذا الذي أنت خائف منه أو خائف على أولادك منه، هذا مكتوب رزقه وهو في بطن أمه. والله سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة. نرى يعني الآن الحيوانات اللي عايشة في البراري والحشرات وبني آدم 6 مليارات كلهم يرزقهم الله سبحانه وتعالى، لكن تؤمن، تكون مؤمنا كما قلنا في بداية الدرس، إنه تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. فباب الرزق باب واسع، والناس يغفلون ويحملون هم ويحزنون ويقلقون على مستقبل كما قلت أولادهم، مع أن الأرزاق مكتوبة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتقي، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله من يتوكل على الله فسيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد شاهدنا هذا في الواقع، تجد الناس وأنتم الآن لو تفكرون كيف يرزق الله العباد، يأتيه رزقه، لكن لابد من فعل الأسباب، لابد من فعل الأسباب. لأن الإنسان يجلس في بيت أبيه وأمه يقول أنا ما جاءني عمل، ما جاءني وظيفة، ما جاءني رزق، لا، الله سبحانه وتعالى رتب المسببات على الأسباب، لابد أن يعني أنت تعمل الأسباب، وإذا عملت الأسباب اتكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما قال، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن بشرط تقوى الله سبحانه وتعالى. يرزقه من حيث لا يحتسب، كيف؟ يعني ما يدري من أين جاءه الرزق. حدثنا ورأينا كثير من الناس يسخر الله لهم رجال أو نساء أو أي عمل يأتيه رزق من جراء هذا الشخص، لا يعني يدري، لا يدري من كيف تدبر هذا الأمر وكيف حصل هذا الأمر ويأتيه رزق من الله سبحانه وتعالى، هو لم يفكر فيه أبدا ولم يتخيله، ولا حتى جاءه في المنام أو رؤيا أو ذا، إنك يعني أحد يعطي، تجد إن الله سبحانه وتعالى أن يسخر، إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى يسخر لك بابا من أبواب الرزق. وهذه بعض الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأولاد بسبب الرزق. بعض الناس يقول الأولاد كثير وجاءه ولد ونحو ذلك فتجده يئده ويقتله، لماذا؟ خشية الرزق وضيق الرزق. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في هذه الآية، والآية الثانية خشية إملاق، إملاق يعني فقر. لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في الآية الثانية قال نحن نرزقهم وإياكم. فالله سبحانه وتعالى تكفل برزقكم وتكفل برزقكم برزقهم. فحينما خلق الله هذه النطفة فرزقها على الله،
ما هو عليك، ما هو عليك. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم، الآية الثانية، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فتكفل الله سبحانه وتعالى برزقك ورزقهم، أنت لا ترزقهم، أنت لا ترزقهم، بل الرازق هو الله، وهذا مكتوب الرزق. وكم من ولد أبوه فقير فصار غنيا، وصار هو الذي يصرف على أبيه وأمه وأخوانه وخواته. وكذلك الأب ييسر الله سبحانه وتعالى الرزق لي، لأن رزق هؤلاء الأولاد في رزقهم. ولهذا بعض الناس تجده يقول أنا كيف أتزوج، تقول تزوج، تقول له تزوج، وهذا الأمر يعني يعني الشباب الله يبارك فيهم إن شاء الله، تجد تقول له تزوج، يقول يا شيخ كيف أتزوج، الزواج يبغى ويبغى 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 مهر ويبغى أثاث ويبغى مدري أشياء أخرى، يبغى مال. أقول لك إن الزواج باب من أبواب الرزق، إذا كنت تشتكي قلة العمل فتزوج. لماذا أقول هذا؟ لأني أنا وأنتم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى القائل وأنكحوا الأيام منكم، تأملوا في هذه الآية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. شفت كيف؟ إن يكونوا فقراء، لا تقول أنا فقير ما عندي مال ولا عندي كذا وكذا، أنت بمجرد إن شاء الله الخطوبة والدخول على المرأة سيرزقك الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ربما تجد رجل صالح يقول سأزوجك ابنتي، وتقول أنا ما عندي شيء، يقول ادفع ريال، اللي هو يعني تحلت فرج المرأة ريالا واحدة، هو أعجبه صلاحك، أعجبه تقواك، وأعجبه طاعتك لله سبحانه وتعالى، فعرض عليك ابنته ربما، ويقول لا تدفع مهرا. وربما تجد هذا الرجل أيضا يعطيك بيتا أو يستأجر لك منزلا أو ويؤثثه. هذا وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فاستعن بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وصدق بهذه الكلمات، ثم أقدم على الزواج. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لا يردك قلة المال، سيسر الله لك. أنا رأيت كثير من الناس يعني شباب أقدموا على الزواج، فوالله أنه حينما عقد العقد جاءته وظيفتان، عرضت عليه وظيفتين في آن واحد، وبدأ هل أذهب إلى هذه أو هذا، هو الذي بالخيار. هذا وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله الميعاد. فتزوج، توظف براتب مجزئ، ثم تزوج، ثم حملت زوجته في أول سنة، ثم يعني صار، ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه مثلا جاءته قبيل ولادة الولد إما منحة أو مكافأة أو نحو ذلك. هذه ما هي؟ هذه رزق الولد الذي ولد أو سيولد. الله سبحانه وتعالى يسهل ويسخر الأمور، ولا نقلق ونحزن من الوضع الذي نحن فيه، بل نتقي الله سبحانه وتعالى ونتقرب له بالأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى سيكفينا هذه. إضافة إلى أن هذه ترى الابتلاءات والمصائب التي يصاب بها المؤمن هي خير له، هي كلها خير. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال وليس ذلك إلا للمؤمن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها المؤمن يرفع له بها درجة ويحط عنه خطيئة. ويقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم
وما توعدون. في السماء رزقكم وما توعدون، ليست الرزاق بيد العباد، ليست الرزاق بيد العباد. ولذلك نستذكر الحديث الأول حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعين بالخلق ولا تسأل الخلق، الخلق لن ينفعوك ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، حتى أنك يعني ما تتعدى ربك ولا تتعدى قلبك متعلق دائما بربك، يقول اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، في حينما خلقك ونفخ فيك الروح كتب كل هذه الأشياء، فهم يعني ليسوا إلا سبب هؤلاء الناس، وإلا فإن هذا يعني مكتوب لك وسيسره الله سبحانه وتعالى في حينه. فلا يعني تكون تعتمد على الناس وتظن أنهم هم اللي يبي ينفعونك، وتوسط بفلان وفلان رجل كبير، هذا واسطة سيعمل لك كذا. هذا لو اجتمع هو هذا المسؤول الكبير ومعه الأمة المحمدية، أمة الإجابة وأمة الدعوة، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والله ما تحصل على شيء إذا كان ما كتب لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كتبت الأقلام يعني في اللوح المحفوظ، وجفت الصحف، فأنت سيصيبك الذي كتبه الله لك. هؤلاء الأمة محمد كما قلنا أمة الإجابة وأمة الدعوة، كلهم اللي على الكرة الأرضية لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فأنت لا تقلق، لا تقلق، لا تحزن على يعني إن كثير من الناس يعني يريدون مضرتك ويريدون أذيتك، ولا تفرح إنك عندك من الواسطات ومن المسؤولين الكبار ومن كذا وكذا ناس. وهذا أيضا قد رأيناه في حياتنا، أنه أحيانا تتوسط بإنسان أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بعشرة، وكلهم مسؤولون وكلهم بيدهم أمر ونهي، فتجد سبحان الله العظيم قد يعيق هذا الأمر عائق، لأنه ما كتبه الله لك. تجد واحد يبغى وظيفة مثلا يقول أكلم فلان وأكلم فلان وأكلم فلان وكلم. هؤلاء هم أسباب، على العموم هم أسباب. أنا لا أقول لا تفعل، افعل ويعني استشفع بفلان، والشفاعة الحسنة مطلوبة، فالإنسان يستشفع ببني آدم فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه، إنه مثلا يهيئ له عمل، يهيئ له وظيفة، يهيئ له كذا، يهيئ له كذا، لكن يجعل اعتماده على الله سبحانه وتعالى ليس على هذا الشخص. هذا سبب. رأينا من استشفع بأناس كثيرين مسؤولين كبار ولهم القدر على هذا، يعني أنهم يعني بيدهم بعض الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ما كتبه الله لك جعل عائقا من العوائق، جعل عائقا من العوائق يمنع من ذلك. وأحيانا يقول الإنسان: أنا كل الناس هؤلاء ضدي، وهذا المسؤول ضدي، لن أعمل ولن يكتب لي يعني لن أترزق في وظيفة ولا شيء. فتجد أن الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. فإذا كتب لك أتاك، ما كتب لك لا تأسوا على ما فاتكم، قل الحمد لله والله يجعل فيه الخير. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا، شوف الله سبحانه وتعالى ما يقول، ما يعني ما قال إنسان، لا قال دابة. فالإنسان من الدواب التي تدب على الأرض ويمشي على رجلين، ومعه جميع الحيوانات والطيور وكل شيء. قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها
الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم تكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع، يؤمر بأربع، الملك يأمره الله سبحانه وتعالى بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حتى أهل الشقاوة مكتوب شقاوتهم، يعني لو أن عندك أولاد واحد شوفه يعني ما فيه صلاح ما فيه التزام، أنت مطلوب منك أنك يعني تصطبر على هذا الولد وتعظه وتنصحه، لكن ليس بيدك الهداية، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل الأمور بإرادة الله وقضاء وقدره. إذا كان عندك ولد تحس أنه بعيد عن الإلزام، بعيد عن الصلاح، يرتكب بعض الأشياء وكذا، فأنت كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بس مطلوب منك أنك تأمر وتصبر على هذا ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. حتى الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يعني أنك لا تقتل نفسك، هؤلاء أراد الله شقاءهم فهم أشقياء، فأنت لست عليهم بمسيطر، أنت مذكر فقط، أنت مذكر. ويقول: يكتب عمله شقي أو سعيد. أيضا إذا كان أولادك من الصالحين فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكره على أن كتب لهم الهداية، واعلم أنك كنت سببا أنت فقط في هدايتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء. فاحمد ربك واشكره على صلاح أولادك، واصبر على ما أصابك من جراء يعني عدم صلاح أبنائك وعدم التزامهم أو عدم البر أو نحو ذلك، فأنت مأجور على هذا. كما يقول لقمان لابنه في وصاياه، يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر، الصبر إذا ذكر الصبر فنتذكر دائما معه صبر أيوب عليه السلام. 18 عاما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، وابتلاه بذهاب ماله، وابتلاه بأهله، وابتلاه أيضا بانفضاض الناس عنه وشرودهم عنه، لأنه كان فيه جروح تحمل القيح والصديد ولها رائحة منتنة. 18 عاما ومع ذلك نبي الله أيوب عليه السلام صبر واحتسب 18 عاما وهو صابر محتسب، ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى إلا حينما مسه الضر. ففي الأخير حينما تعب جدا قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. بعد 18 عام يعني نبي الله في السنة الأولى أو الثانية أو الشهر الأول أو الثاني نفس الكلام، ما يستطيع يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكنه صبر واحتسب على ابتلاء الله. فبمجرد ما قال هذا القول: ربي إني مسني الضر، قال الله سبحانه وتعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يسر الله له. فضرب الأرض في رجله ونبع الماء وصار يغتسل منه ويشرب، فأزال الله سبحانه وتعالى عنه هذا الابتلاء. 18 عام الناس ذهبوا عنه، كرهوا رائحته،
زوجته أهله ماله ذهب كله، وقال الله سبحانه وتعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. هذا الصبر علاج للهم والحزن. هذا الله سبحانه وتعالى ما ابتلك بهذا إلا ليختبرك. الابتلاء يعني اختبار، يختبرك هل تصبر، هل تشكر، هل تكفر، هل تكفر. فبعض الناس إذا أصيب من مصيبة تجده يتولول يعمل أعمالا، مثلا مات والده، ماتت أمه، مات ولده، مات شقيقه، ماتت زوجته، نحو ذلك، تجده يعني يفعل الأفاعيل من البكاء والضرب والندب والنياحة ونحو ذلك، وكأنه غفل عن الله سبحانه وتعالى، وأنه الله سبحانه وتعالى الذي قبض روح هذا الحبيب أو هذا العزيز عليه. ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد سبحان الله عظيم من مداخل الشيطان يثير فيه غريزة الحزن والقلق والضجر، ويبدأ يندب وينتف شعره ويشق ثوبه، وكذلك النساء يفعلون هذا ولم يتذكروا أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى كلمة تطفئ كل هذا. الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالإنسان يعني أيضا بالصبر ينال كل شيء. طبعا الإيمان أيضا من مما يرفع وييسر على الإنسان ما أصابه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا برضو من الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. لكن نحن لا نستحضر، لا يعني ما نستحضر أركان الإيمان، وخصوصا الإيمان بالقضاء والقدر حتى نرتاح. أن ما أصابك هذا من الإيمان، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا يخفف عليك جانب الهم والغم والحزن. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لك. يقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تكره شيء، تكره شيء وفي خير عظيم لك. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخيرة فيما يختاره الله لك. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ختمها قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما تدري هل في هذا مصلحة. بعض الناس يقدم ويقول أنا أريد هذا العمل ولا بد يحصل ولا بد كذا، أو يريد أن يتزوج، فإذا حصل عائق مع أهل هذه الزوجة غضب وحزن وحمل هم، لماذا يرفضونني، لماذا لا يعطونني البنت، لماذا كذا. فهذا الله سبحانه وتعالى أعلم بحالك. عسى أن تكرهوا شيئا، تذكر هذه، إذا ما حصل لك قل الخيرة فيما اختاره الله لي، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. فإن اختار لك مضي هذا الأمر فاحمده سبحانه وتعالى، وارزقه واسأله أن يبارك لك فيه. وإذا وقال الله سبحانه وتعالى حتى في أمر الزوجة، عندك زوجة وتجد منها بعض المشكلات وبعض يعني القلق أو نحو ذلك، أو الزوجة تجد من زوجها هذا الشيء ويكره هذه الزوجة، والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا كثيرا، عاملها بالإحسان، عاملها بالعدل، عاملها بالمعروف، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك منها ذرية صالحة. أنت تكره هذه المرأة، لكن ربما أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يرزقك منها ذرية صالحة،
أو أن يحصل لك ما تحب من هذه المرأة. في موضوع حول يعني الرزق وكذا، بعض الناس يقول أنا يعني ما أمنت مستقبل أولادي، وهذا كثير من الناس يقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أبني لهم بيت، أجعل لهم باب من أبواب الرزق يأكلون منه ويعني يمشون فيها حالهم في الدنيا، وهذا ليس لك، هذا ليس لك. كم من مولود ولدته أمه وأبوه ميت، ثم ماتت أمه عند الوضع، ثم أصبح من أكبر المسؤولين في البلد، تفوق في دراسته، صار يعني مؤهلا لشيء، وهو نشأ يتيما. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا الموضوع، مات أبوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، ثم ماتت أمه بعد سنوات، ثم مات جده عبد المطلب، ومع ذلك نزل عليه الوحي وأصبح نبيا، أصبح رسولا. هذا عاش يتيما، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الأشياء، لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ينفعونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا يضيع الإنسان، لا تخشى. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. واحد يقول أنا خاف، أنا الأولاد من لهم، الأولاد من يبي يعيشهم، الأولاد من يبي يأكلهم، الأولاد من يبي يسكنهم، سيضيعون، سيصيرون همل. لا لا لا، هؤلاء رزقهم على الله. يقول نعيد الآية، يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. تركوا خلفهم يعني ماتوا وتركوهم وهم يخافون عليهم، قلقين، الإنسان قلق ومهموم، كيف هؤلاء الأولاد أبو سنة وأبو سنتين وأبو ثلاث سنوات سيعيشون؟ ونحن نشاهد الآن الناس يموتون ويتركون هؤلاء الأطفال، ويسخر الله سبحانه وتعالى لهم الرزق، رزقهم على ربي، ما هو أنت اللي ترزقهم. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.